مره مصر تشوف حاجه زي دي او تشوف انتخابات رئاسه حره يعني بدون اي تدخلات، وربنا يستر من اللي جاي يعني. لا طبعا المناظره بين مرشحي الرئاسه هنا في مصر ده اول ستيبس للديمقراطيه في مصر هنا كده، كمان بتبين كالواحد الطبيعي مصري اللي هو المواطن العادي في مصر هنا، بتبين له الويك بوينتس والسترونج بوينتس في كل مرشح رئاسي، بيبدا بخلالها يقرر زي ينتخب ده او ده. فمن خلالها المناظره زي دي بتبين لنا احنا كاشخاص مواطنين، حتى المواطن العادي اللي هو اللي مش متعلم واللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب بيعرف يقرر من انهي مرشح ممكن يختاره ممكن يقود البلد في الفترة احنا فيها ديت اللي بر الامان زي ما بيقولوا يعني. دكتور عبد المنعم، انت كنت عضو في جماعه الاخوان المسلمين، ومسؤول ونائب المرشد العام. لا مش نائب. وبايعت المرشد العام جدا. طب هذه المبايعه ماذا تعني؟ تعني انه في حاله ما اذا انتخبت سيكون لك رئيس، سيكون لك مرجعيه، سيكون لك يعني طريق ضروري ان تمر به قبل ان تتخذ القرار. احنا هنا في خطوره كبيره جدا. هل يتصور الاستاذ عمرو موسى وانه كان وزيرا في النظام السابق الذي صار عليه الشعب المصري بعد 30 سنه ان النظام الذي صنع المشكله ممكن ياتي رمز من رموزه او رجل من رجالاته مع احترامي وتقديري له ليحل المشكله؟ هو بيقول دلوقتي ان السيد عمرو موسى اعلن تاييده وترشيحه للرئيس مبارك، وحصل فعلا، فمؤيدين طبعا الدكتور اسمه ايه ابو فتوح، فطبعا مبسوطين بحاجه زي كده عشان ده حاجه في صالحه. فطبعا دكتور اكيد عمرو موسى مش هيرد على حاجه زي كده عشان ده حصل فعلا. مكانه الدوله اسف يا رفعت، سواء كانوا ثوار او مصريين تعرفوا معهم بان لكم حق الجهاز، لكن دعونا جميعا نستقر في الرابطه الوطنيه. أكيد إن شاء الله أنتخب إن شاء الله مفتوح. راجل قديم معروف، شاف كتير، اتسجن قبل كده، فواحد حاسس بالشعب، فأكيد هيبقى عارف الناس عايزة إيه، فكده هيقدر يفهمنا أكتر. وأنا بالنسبة لي ما بختارش أي حد في نظام كان سابق قبل كده. إحنا قمنا بثورة، ما ينفعش ان نقوم بثوره ضد نظام واجيب واحد من النظام نفسه وعينه بعد كده يبقى رئيس جمهوريه. فانا من رايي ابو الفتوح طبعا. اطلاق النور، جهاز الامن المحترف يستطيع ان يمنع اي متظاهرين كما ضربت. الكلام اللي انا قلت عليه من شويه لما قلت ان القهر الشديد في الاستاذ عمرو هي ان يلجا لعلماء الازهر الشريف. اولا هو عمرو موسى بالنسبه للناس اللي لسه معاه الانتخابات يمكن اكتر واحد قعد مع الرؤساء فاهم الدنيا ماشيه ازاي. مش حاسس ان هو فلول يعني؟ احنا قمنا بثوره عشان فلول؟ لا مش فلول، الراجل بيتكلم يعني كل اللي بيقوله مصلحة جميع الجهات، بيشد زي لواحد متجوز فاتح بيت، لواحد مش لاقي شغل. محاولة انه تحميل المسؤول على عاتق كل مرشح على هدة كي يسند عمرو موسى طبعا ده فلول. وللاسف الدكتور عبد المنعم طبعا هو اخواني بس مش عارف فعلا يدور المناظره بشكل جيد. يعني هي عمرو موسى متهيألي في اخطاء كثيره عليه جدا ممكن يحرجه في المناظرة ويقدر يدوس على نقط ضعفه كتير. يعني عمرو موسى كان أمين جامعة الدول العربية، في الوقت ده كان المصري بره في أي دولة في العالم بيتم انتهاك كرامته وحريته الشخصية، وما كانش ليه أي نوع من الكرامة خارج مصر، وهو كان أمين جامعة الدول العربية. أتكلم براحتي. عمرو موسى جزء من النظام ابن تيت. بص هو دبلوماسي صايع قوي، يعني عارف بيقول ايه وعارف ما بيقولش ايه، ما بيجاوبش على سؤال دايركت، وبيعرف يعرف يتوه كل حاجه ويعرف يلبسك الطربوش وانت مستريح. فاكيد هو مش كانديديت بالنسبه لي محبب، يعني ما فيش كانديديت بالنسبه لي محبب كل الموجودين. كلنا ما بين حمدين صباحي ومفتوح، يعني احنا شايفين هما الاثنين اكتر اثنين ليهم مواقف سياسيه قديمه قبل كده في النظام اللي قبل كده، يعني اكتر من اي حد طلع. وخالد علي طبعا ما تنفعش نهائي، يعني ده شخص من فلول، وده شخص يعني كان اخواني واعتزل الاخوان عشان خاطر السلطه، فالاثنين ما ينفعش الواحد يتفرج على المظاهره بتاعتهم مبدئيا. ده منافق وده منافق.
اتنين منافقين في العادة حمدين صباحي.